الإنسان الطبيعي والإنسان العادي لما بياكل أو يشرب أو يخرج مع أصحابه أو بيلعب أو بيتفسح، المخ وقتها بيفرز مادة اسمها الدوبامين، مادة بتحسسك بالنشوة والسعادة والشعور بالراحة واللذة، ولكن المادة دي بتكون بنسب معينة على المخ. ده طبعا بالنسبة للإنسان العادي. كل شيء خلقناه بقدر. الإنسان المدمن للمخدرات الوضع معاه مختلف. في حالة تعاطيه المخدرات، المخ بيفرز نفس مادة الدوبامين ولكن بكميات ضخمة جدا وغير طبيعية، فبيوصل لمرحلة انه مش مستمتع جدا بأعمال الإنسان الطبيعي او الإنسان العادي، لانه بيحتاج لنشوة وسعادة بنفس الكمية اللي افرزتها المخدرات ليه. فالعلماء في الغرب عملوا تجارب عشان يشوفوا اضرار المخدرات دي عبارة عن ايه، فجابوا قطة وحطوها في قفص ازاز وحطوا معاها فار، فاتحركت القطة زي ما انتوا شايفين بفطرتها تماما علشان تمسك الفار، لان العقل عندها كان في حالة توازن. وبعدها ادوا القطة زي ما انتوا شايفين جرعة من المخدرات، فشوفوا ازاي القطة اتغير التصرف بتاعها من حالة الهجوم الى حالة الدفاع، وبقت بتخاف من الفار على عكس احساسها الطبيعي من غير المخدر. هنستفاد من التجربة دي ان المخدرات بتغيب العقل وتغير الواقع تماما اللي قدامك، وكمان بتخليك تتعامل معاه على انه وهم او خيال. المخدرات طبعا بتعتبر قضية مجتمعية كبيرة جدا، لان اللي بيتعاطى المخدرات اكيد هيكون فرد من المجتمع، ممكن يكون دكتور او رياضي او مهندس او طيار او سواق. انت تقدر تركب طيارة وانت عارف ومتأكد ان السواق محشش، او تقدر تعمل عملية عند دكتور وقبل العملية يقولك ثواني بس هشرب سيجارة الحشيش دي وجايلك؟ طبعا لا، مش هتقبل، ولا في اي عقل بشري يحتمل كده. الغريب بقى في كل ده ان في ناس متخيلة ان هي هتكون في قمة التركيز وهتقدر تنجز اعمال كتيرة جدا وهي اسف في التعبير محششة او حتى تحت تأثير المخدر. واضرار الحشيش او المخدرات كتيرة جدا، الفصام في الشخصية وهلاوي السمعية وبصرية، ده انت طبعا غير ان انت بتشوف حاجات او بتسمع حاجات مش موجودة وملهاش اي اصل من الواقع، احساس الاكتئاب اللي دايما ملازم شخصية الانسان المدمن او الانسان المتعاطي لاي مخدر. المدمن دايما عنده ضعف في القدرة على التركيز والانتباه، ده غير طبعا ان هو بيعاني في خلل في التوازن الحركي والحسي، والتهابات المعدة والامعاء وتدهور الكبد وسرطان الرئة وغيرها من الامراض الكتيرة جدا اللي ممكن تدمر الصحة كلها. 6 اسباب هيوصلوك للوقوع في خطر الادمان: الشباب، الفراغ، المال، الجهل، اصدقاء السوء، وسوء اسلوب التربية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما افناه، وعن جسده فيما ابلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. العمر والجسد والعلم والمال امانة ربنا اتمنك عليها، اكيد هتكون حاجة جميلة جدا لو قدرت تحافظ على شبابك وتحافظ كمان على نعمة المال اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولك واستخلفك فيه، وكمان تشغل وقتك بالعمل المفيد اللي تقدر تفيد نفسك بيه وتفيد اهلك وتفيد المجتمع كله. حياتك غالية جدا لانك غالي جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، استعين بالله وقول له: يا رب عني ان ابعد عن الطريق ده، وخد بكل الاسباب اللي تقدر تعينك ان انت تبطل وتبعد. ما تيأس ابدا من رحمة ربنا. طولت عليكم، استودعكم الله، السلام عليكم.